في قناة عدن نطرق هذه الزاوية، نطرق هذا الباب، نطرق هذه القضية لأهميتها قربا من اليوم العالمي للصحافة. ننتظر انضمام زميلنا الدكتور فيصل العواضي إلى هذه الحلقة أيضا. في تساؤلنا الأول أستاذ عبد الخالق، وأنت الصحفي المحرر من سجون الميليشيات الحوثية بعد أكثر من 8 سنوات، ما هو التقييم المفتاحي للحلقة حول واقع الجريمة الحوثية بحق الصحافة اليمنية، الاغتيال الحسي والمعنوي المنهج للشهود وهم هنا الصحفيون؟ لا شك ولا ريب بأن ميليشيات الحوثي تقود حرب ممنهجة بقيادة المدعو عبد الملك الحوثي ضد الصحافة والصحفيين منذ 9 سنوات، لأنهم يصنفون الصحفي باعتباره هو العدو الأول لهم، وبالتالي هي تقود حرب ممنهجة. تنوعت هذه الحرب، تنوعت أساليبها، وعملت على تدمير الحياة الصحفية برمتها. يعني تعرضت الحياة الصحفية لمذبحة، لمجزرة في المناطق، في العاصمة المختطفة وفي المناطق التي تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. هذه الجماعة التي لا تؤمن بالتعددية، التي تكفر بالديمقراطية طبعا وتعد حرية الصحافة هي من أهم ركائز العملية الديمقراطية. هذه الجماعة بتعاملها الوحشي والبدائي هي تفصح عن بربريتها ووحشيتها، وهنا تحجز لها يعني مكانة زيها زي داعش، زي القاعدة، زي الجماعة الإرهابية الذي لا تريد أن يعلو صوت فوق صوت الميليشيات الحوثية. يعني بإمكاننا نقول بأن لا يوجد حياة صحفية، لا يوجد حرية صحفية في الأماكن الذي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. لا صوت يعلو فوق صوت الميليشيات. المدعو عبد الملك الحوثي يصنف الصحفي باعتباره العدو الأول، الصحفي هو العدو الأول، القلم أخطر من الرصاصة والصورة هي أخطر من البندقية. وبالتالي نقول بأنه الحياة الصحفية أو الحرية الصحفية من سيء إلى أسوأ ستظل في ظل سيطرة الميليشيات، مع عدم وجود يعني ضغوط دولية يعني على هذه الجماعة الذي تصل التغاضي أو العجز الدولي فيما يتعلق بحرية الصحافة، الذي لا يمارس ضغوط دولية ضد جماعة الحوثي أن تسمح لحرية الصحافة أن يصل إلى حد، هذا العجز يصل إلى حد التواطؤ مع هذه الجماعة. إذن الصحفيون المحررون لا زالوا إذن في عدد من العواصم وفي عدد من الدول يتلقون العلاج إثر 8 سنوات من التعذيب، إثر سنوات من الانتهاك، إثر سنوات من المعاناة. ربما الوصف الأكثر ألما هو وصف صحفي أخفي قسرا ثم انتهكت حريته بكل الصور داخل الزنازين. ماذا عن تلك الصورة؟ ماذا عن الصحفي اليوم وهو محررا ولكن يخضع للعلاج المستمر إثر كل تلك الانتهاكات؟ يعني نحن جماعة الحوثيين كما قلت لك هي جماعة لا تؤمن بحرية الصحافة، وترى بأن حرية الصحافة بأنه يعني مصطلح من المصطلحات الغربية الدخيلة على فكرها، على فكرها البربري والوحشي. وبالتالي يعني تعددت وتنوعت الانتهاكات والجرائم بحق الصحافة والصحفيين. نحن كصحفيين محررين إلى حد الآن لا زلنا نعاني من الأمراض التي خرجنا منها من السجون، وأيضا لا زلنا نعاني من تبعات الأحكام القانونية، الأحكام غير القانونية، أحكام أوامر القتل والإعدام الذي أصدرتها هذه الميليشيات بحقنا. يعني نحن الآن لا زلنا نطالب من المنظمات الدولية توفير الحماية، لأنه من يعرف تاريخ هذه الجماعة، تاريخها الإجرامي، فهي لا تتوانى ولا تقول بأنه مجرد خروج الصحفي من سجونها بأنها انتهت تنفيذ أوامر الإعدام. هذه الأوامر الإعدام هي تحمل، بالإضافة إلى أنها تحمل وزنا قضائيا، تحمل وزنا دينيا، فتاوى يعني ستقوم بتنفيذها على المدى البعيد. جميع الصحفيين في اليمن سواء الذين اختطفوا وتم تحريرهم أو من تبقى في سلطتها، هم جميعا معرضون للاختطاف، للقتل، للتعذيب بشتى الصور والمجالات.